Excellency, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, Minister of Local Development of the Arab Republic of Egypt, Honorable Ministers present, Governors of various provinces of the Arab Republic of Egypt, distinguished ladies. السادة الحضور، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وشرف لي أن أكون حاضرا للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية المعقدة هنا في القاهرة. نحن نجتمع هنا على ضفاف النيل حيث بدأت الحضارة وسطرت تاريخها الأول، وبالنيابة عن بلدي وعن الاتحاد الأفريقي أود أن أشكر حكومة جمهورية مصر العربية لجعل هذه الجلسة ناجحة. لقد كان من الهام أن نجتمع هنا سوية وننعقد بعد انتهاء وخلال الجائحة المنتشرة وخلال هذه الفترة من التحديات التي يواجهها العالم. من الهام جدا أن نعقد هذه اللجنة الفنية المتخصصة على مستوى الوزراء، هذا هام جدا بالنسبة لأفريقيا. السادة الحضور، دعوني أعبر عن شكر الاتحاد الأفريقي لانعقاد اللجنة الفنية المتخصصة هنا في القاهرة، وأود أن أنقل شكر جمهورية لسوتو والسادة الممثلين للدول الأفريقية الأخرى. نحن نقدر دور القيادة التي قدمتها حكومة جمهورية مصر العربية وعلى الحفاوة التي لمسناها، ومرة أخرى نقدر الدور الفعال الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في الاتحاد الأفريقي. اليوم اللجنة الفنية المتخصصة ستناقش عدد من الموضوعات الهامة جدا لقارتنا. إن قارتنا تتحول، هي قارة شابة تحتاج إلى التقدم والتنمية المستدامة، وأيضا وبدون شك الخدمة العامة وبدون الخدمة العامة وبدون الحوكمة وبدون تفعيل دور المرأة ودور الشباب ودور منح الفرصة للشباب، فإن قارتنا ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات. لذلك نحن نعتقد هنا في اللجنة الفنية المتخصصة تبحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة وفعالة لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية. معالي السادة الحضور، إنه يتوجب علينا ومسؤولية كبيرة لنا أن نجعل قارتنا تتقدم للأمام بصورة فعالة، وأن
ومن أجل ذلك يتوجب علينا أن نضافر جهود الدور القطاعات المختلفة لتطوير الخدمة العامة وحكومات الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وأن نواجه سويا كل التحديات العالمية على المستوى الدولي وأيضا التحديات الداخلية. دعوني أؤكد لمعاليكم أن خلال السنة الماضية قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالترويج والدعاية لبناء المقاومة والتطوير الاقتصادي وأيضا التغذوية، وهو الموضوع الذي نركز عليه هذا العام في 2022، وهو الأمر الهام لكل أهداف التنمية المستدامة، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لذلك يتوجب على كل أعضاء الاتحاد الأفريقي من الدول أن يضافروا جهودهم وفقا للمؤتمر المنعقد في يونيو 2022، وهو الداعي لبناء المقاومة والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من المواد الغازية. مرة أخرى نحن نأمل أن يتم الاحتفال بيوم اللامركزية الأفريقي وأن يركز على الأمن الغذائي، وهذه المبادرة تحتاج دعم من كل الحكومات الأفريقية. معالي السادة الحضور ومعالي الوزير ومعالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، دعوني أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأفريقي على أتم الجاهزية من خلال اللجنة الفنية المتخصصة لدعم الخدمة العامة والحكومة المحلية للدفع قدما تنمية الحضرية واللامركزية. ولذلك أود أن أشكر كل الوزراء الحاضرين هنا اليوم وعلى وجه الخصوص وزير التنمية المحلية المصري ورئيس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية على جعل هذا الحدث أمرا ممكنا. ودعوني أن أوضح أن بإعلان القاهرة اليوم هو ترجمة لكل ما ندعو إليه، وهو الرامي لتفعيل دور الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وهذا سيؤدي لإفادة أفريقيا على كل المستويات والأصعدة. ومرة أخرى باسم حكومتي وباسم الاتحاد الأفريقي أتمنى لكم كل خير والعمل من أجل تطوير قارة أفريقيا. شكرا جزيلا لكم.